أهلا بكم مشاهدينا. الشباب هم اللبنة الأساسية في المجتمع، فمن أحسن تأسيسها أفلح في إنشاء مجتمع كفء. صحيح عبد الله، كما أن الشباب هم المحرك الرئيسي للتنمية وتطور المجتمعات، فالمجتمعات تبنى بأيدي شبابها وحكمة شيوخها، وتماشيا طبعا مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الأسرة والمجتمع، نظم مجلس الشباب في إمارة رأس الخيمة مبادرة بعنوان مجالس الطيبين. هذه المبادرة تركز على أهمية زرع القيم الإماراتية الأصيلة عبد الله تحت شعار بيوتنا تبني وطنا، وسيتم طبعا عقد مجالس متنوعة المواضيع بإشراف خبراء من كبار المواطنين والمختصين كذلك عبد الله. نعم، وللمزيد حول هذه المبادرة يسعدنا أن تنضم إلينا السيدة رحمة علي الكمالي رئيس مجلس الشباب في إمارة رأس الخيمة. أهلا فيك ويانا رحمة. يسعد صباحك يا أستاذ. يا مرحبا، يسعد صباحكم. في البداية خبرينا عن فكرة هذه المجالس وليش اخترتوا المجالس؟ إن شاء الله. بداية معاكم رحمة الكمالي رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب. جت فكرة أن نحن نسوي مجلس الطيبين، نحن في مجتمع دولة الإمارات عندنا أهمية الميالس، ما بقول مجلس بقول ميلس، شيء جدا كبير. كانوا الزمن الأولين يقولون الميالس مدارس، فكانوا عيالنا، وإذا بتكلم عن أبويا وعن أخواني كانوا يتربون في الميالس، ولكن يعني شفنا نحن مع التطور والتكنولوجيا يمكن بعض المفاهيم هذه ما صارت تقاس نفس زمن الأوليين. فنحن في مجلس رأس الخيمة للشباب حبينا نحن نسلط الضوء على هاي الأمور، ونحن نعيد ونحيي موضوع وفكرة الميالس وكيف كانوا الأوليين يتعلمون ويربون عيالهم في هاي الميالس. فمن هالمنطلق بدينا في فكرة مجلس الطيبين، وهي عبارة عن سلسلة من المجالس إن شاء الله راح تتناول مواضيع معينة، وكل مرة راح تكون في مكان يتناول قضية أو تحدي يعيشه الشباب في هذا الوقت الحالي. طبعا نحن عقدنا أول مجلس اللي هو كان تحت عنوان بيوتنا تبني وطننا، أن بناء الوطن وبناء الشباب يبدأ من البيت. فتكلمنا في هاي الجلسة عن أهمية الأسرة وتكوين الأسرة، وشو هي التحديات اللي عند الشباب من ناحية الزواج وتكوين الأسرة. جميل يعني سيدة رحمة أنه ذكرتي الميالس مدارس أو المجالس مدارس، جميلة هذه الجملة. كيف اختلف دور المجالس على مر الزمان؟ أنت ذكرتي أنها بالفعل كانت بمثابة مدرسة، اليوم ما زالت موجودة الميالس في المجتمع الإماراتي. أنا عن نفسي زرت أكثر من ميلس إماراتي واستمتعت بالجلسة وكرم الضيافة طبعا، بس كيف اختلف على مر الزمان برأيك؟ قبل الميالس بتشوفي مثلا ميلس عندك واحد في الفريج، أنا بعطيك المصطلحات اللي الحين استخدمها، فيكون لا ميلس. بعد أعجبك في الإماراتي ترى، عادي فرنسا خذي راحتك. عيل الميلس الياي أنت عندنا إن شاء الله. الله يسعدك. فنحن عندنا قبل الميالس يكون ميلس في الفريج، وكل أهالي الفريج كلهم يتجمعون في هذا الميلس. الحين مثلا صار وكل يعني مختلف الفئات العمرية، الحين بتشوفي الميلس في بس شباب، وميلس بس مثلا في من كبار المواطنين. أن نحن نكون في ميلس واحد وفي فئات عمرية مختلفة، يصير في تبادل للثقافات، تبادل للخبرات في الحياة، هالشيء صرنا شوي نفتقده. فنحن هذا دورنا كمجلس رأس الخيمة للشباب، أن في الميلس نستضيف الشباب اللي يعيشون هذا التحدي، ونستضيف كبار المواطنين يتكلمون من ناحية خبرتهم في الحياة، وأيضا يكون عندنا مختصين في هذا المجال من ناحية دكاترة أو من ناحية علماء في هذه الأمور. جميل. إنزين الحين بنتطرق للشباب، الشباب هو عنصر مهم عندنا الحين. زين، كيف تعزز هذه الميالس تعزيز القيم الإماراتية عند الشباب من خلال تواجدهم في هذه الميالس؟ هذه الميالس تسلط على الضوء على أمور جدا مهمة، منها الهوية الوطنية، كيف نحافظ على تراثنا، المحافظة على اللغة العربية، توجهات دولتنا الرشيدة وحكومتنا وشيوخنا على هاي الأمور. يعني بتلاحظ نحن الفترة الأخيرة كان فيها توجهات كبيرة على الاهتمام باللغة العربية. صحيح. يمكن من أسبوعين نزل بوست للشيخ محمد بن راشد الله يحفظه عن أهمية الأسرة، ونحن هالسنة كيف بنركز على الأسرة. فهاي الميالس تعزز عندنا خاصة لفئة الشباب هاي القيم
القيم. بنلاحظ في الفتره اللي طافت نحن لاحظنا ان في مثلا عزوف كبير من الشباب للزواج، زين شو الاسباب؟ نسمع لرايهم، يكون عندنا مختصين في هذا المجال، كان عندنا دكتور يتكلم في الذكاء العاطفي، كان عندنا دكتور خبير في الاداره الماليه للاسره، بحيث انهم يستمعون ايضا لراي الخبراء هذيلا. ممكن يقولون ما عليه كبار المواطنين وابهاتنا وامهاتنا يعني زمنهم غير عن زمننا، ولكن نحن ناخذ من خبرتهم وكيف نحن نتعايش معها في وقتنا الحالي. صحيح. هذا هو هدفنا الرئيسي. جميل. رحمه، انت ذكرتي انه عقدتوا ربما اول مجلس او اول جلسه في المجلس اللي هي كانت بعنوان بيوتنا تبني وطننا. وطننا وطننا بيوتنا تبني وطننا، هيك مظبوطة؟ أيوة مظبوطة. إنزين الحين شو المواضيع الأخرى اللي سيتم مناقشتها في الجلسات القادمة في هذه المجالس، مجالس الطيبين؟ وبعد يعني من التجربة الأولى هذه رحمة، هل لمستي إقبال الشباب على هذه المجالس؟ شو المواضيع اللي كانت تهمهم؟ شوفي، نحن بداية نظرنا أو في أول تكوين المجلس نظرنا للشباب وشو اهتماماتهم وشو الأشياء اللي هم محتاجينها. فمن هاي التحديات حطينا أولويات، نحن شو الميالس اللي راح نتكلم عنها. بدينا أول شيء في بيوتنا تبني وطننا وتكلمنا عن الأسرة، وكان الميلس في القلعة التراثية في الجزيرة الحمراء. هي عبارة عن قلعة قديمة وحولها كلها بيوت من البيوت القديمة. فنحن يعني حتى اختيار المكان إن نحن نربط الفكرة تكوين الأسرة والبيوت ببيوت موجودة عندنا. إن شاء الله الميالس الجاية راح نتكلم عن أمور أيضا تهم المجتمع وتهم الشباب، وراح تكون في أماكن تربط في هاي الأمور. إن شاء الله الجلسة الجاية بتكون عندنا في متحف الوطني في إمارة رأس الخيمة. المتحف هو بيت الشيخ صقر سابقا الله يرحمه. فأيضا المتحف نحن بنتكلم فيه عن كيف الشباب بيحافظون على تراث دولة الإمارات. شو هي التحديات الحين إن نحن مثلا السياحة للأماكن التراثية، هاي ملاحظ مثلا ساعات الشباب يروحون للأماكن الجديدة والمولات وغيرها، ولكن نحن عندنا أماكن تراثية أثرية، وعندنا أيضا من الشباب المرشدين السياحيين كيف نفعل دورهم وكيف نفعل هاي الأماكن. فإن شاء الله هاي بتكون جلسة القادمة بإذن الله. ممتاز. إنزين ليش تحرصون على إقامة الميالس في أماكن معينة، أماكن يعني مختلفة؟ شو الهدف من هذا الشيء؟ أول شيء الهدف إن نحن نستقطب فئات الشباب المهتمة في هذا المجال. الشيء الثاني قد ما نقدر إن نحن ننوع من الفئات اللي يحضرون عندنا الميالس قد ما نقدر، بحيث إن مثلا إذا أنت نحن نسوي الميالس مثلا في مكان معين راح نغطي مجموعة من الشباب، ولكن في عندنا مجموعة أخرى نحن سهينا عنها. صحيح. وعندك ما شاء الله إمارة رأس الخيمة من البحر لليبل، دائما أقولهم هالكلام، نحن من البحر لليبل وبر. فإذا نحن إن شاء الله حابين نغطي كل مناطق إمارة رأس الخيمة، فراح يكون عندنا دائما ميلس في كل مكان على حسب إن شاء الله الموضوع اللي بنتكلم عنه. إنزين رحمة، كيف تختارون المواضيع اليوم؟ يعني هل تسوون إحصائيات ولا تسألون الشباب نفسهم اللي بيشاركون في المجلس مثلا أو في الجلسة شو هي مثلا المواضيع اللي حابين يتطرقوا لها أو التي تهمهم مثلا في مجال الأسرة، تكوين العائلة؟ يعني مثلا موضوعكم القادم عن التراث، كيف تختاروا هذه المواضيع؟ في معايير معينة؟ أكيد نحن عندنا معايير معينة. أول ما تم إطلاق المجلس سوينا استطلاع للشباب نشوف شو هي اهتماماتهم وشو هي الأشياء اللي هم محتاجين أنهم يسمعونها، تحديات الشباب بالضبط. وأيضا عندنا مؤسسة القاسمي فونديشن في إمارة رأس الخيمة، هي الجهة المعنية بالدراسات السياسية والدراسات الاجتماعية عندنا وجميع أنواع الدراسات. فنحن طبعا نرجع لهم لأنهم يقومون بمسح في إمارة رأس الخيمة ونشوف شو هي المواضيع المتعلقة بالشباب. أيضا نحن عندنا الأجندة الوطنية للشباب اللي أطلقتها حكومة دولة الإمارات. هاي الأجندة في عندنا نحن أولويات، بناء على هاي الأولويات أيضا نحن نطلق هذه المجالس. جميل. زين الحين لو تخبرين عن خططكم المستقبلية في تنمية الشباب، شو هي؟ تمام إن شاء الله. عندنا نحن الخطط المستقبلية لتنمية الشباب مختلفة. عندنا مواضيع ست محاور اساسيه نشتغل عليها. فيمكن ميلس الطيبين يخدم محور اللي هو الهويه الوطنيه والتعزيز، كيف نعزز الهويه الوطنيه عند الشباب.
عندنا محاور أخرى اللي هي منها الاقتصاد، ريادة الأعمال، كيف نخلق فرص للشباب في مجال أنهم يدخلون الاستثمار الأخضر ومجال الشباب. أيضا عندنا محاور ثانية تكلمنا فيها اللي هي مثل المحاور الصحة النفسية، الأمور اللي يحتاجونها الشباب في هاي الأشياء. فإن شاء الله عندنا مشاريع ومبادرات قادمة خلال هاي السنة، إن شاء الله تكون سنة مليئة بالإنجازات إن شاء الله. أكيد. والأهم من هذا كله أن نحن نترك أثر في نفوس الشباب. يعني نحن ما ودنا نحن نسوي اليوم، يعني ممكن أنا أسوي محاضرة أو شيء بس يطلع منها الشاب ما يحصل، ما يستفيد. صح. أو ممكن يسمع الكلام وبس، بس نحن كمجلس نحن نبحث عن الأثر. وين راح نترك أثر في نفوس هذيل الشباب. جميل هذه المبادرة، مبادرة مجالس الطيبين أو مجالس الطيبين، وهي يعني يمكن الفئة المستهدفة هي فئة الشباب. ونجد أنه دولة الإمارات في كل إمارة أو منطقة هناك دائما مجالس تعنى بالشباب وبتحديات الشباب، بهمومهم، بتطلعاتهم للمستقبل. هل يتم التنسيق ما بينكم مثلا لمبادرات مشتركة أو جلسات مشتركة، وكيف يتم الترتيب؟ بالفعل تم التنسيق مع عدد من الميالس، ونحن عندنا مراكز أيضا. بدينا مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها، وإن شاء الله راح تكون عندنا جلسات معاهم، بحيث أن هم ما شاء الله عندهم عدد كبير من كبار المواطنين المختصين في هاي المجالات، فحلو أن نحن نبدأ نتعاون معاهم. هم يونا صراحة في أول ميلس وكانوا جدا متحمسين، فإن شاء الله التعاون بيكون كبير معهم في المستقبل. نترقب إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله، وكل الميالس نتمنى لهم التوفيق في خدمة هذه الفئة القادمة طبعا. صحيح. فئة الشباب طبعا. رحمة الكمالي نشكرك على تواجدك معنا، ونتمنى لكم التوفيق يا رب. كل التوفيق لكم إذن. رحمة علي الكمالي رئيس مجلس الشباب في إمارة رأس الخيمة، شكرا.